السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد وحلقه جديده اللي غادي نهضروا فيها على ماء الورد وشنو الفوائد ديالو وكيفاش نستافدوا منه ومن الكريمات اللي كتكون فيها منتوجات الورد. اول حاجه خاصنا نعرفوها على ماء الورد انه كيناسب جميع الاعمار وجميع انواع البشره، البشره الجافه او الدهنيه او المختلطه او حتى الحساسه، فهو مناسب لجميع انواع البشره. الامتيازات اللي زوينه فيه انه مضاد للالتهاب، انه مزيل للاوساخ اللي كتكون في البشره نتاعنا، معقم للحبوب او للبثور ولا الحب شباب اللي كيكون في الوجه نتاعنا. بمجرد انك ما تمسحي بالقطن كتلاحظي ان البشره نتاعك داك الاوساخ كلها كتطلع في داك القطن وكتلاحظيها كتلاحظيها بوضوح. ومن الفوائد الزوينه اللي فيه كيقلل من الاحمرار والتنفخات اللي كتكون في الوجه خصوصا اللي كتكون تحت العينين، وبنفس الوقت كيعقم الحبوب وكيسد ويصغر المسامات نتاع الوجه. ثاني حاجه اختاري اي مجموعه ديال العنايه بالبشره اللي كيكون المحتوى نتاعها من المنتوجات نتاع الورد. انا استعملت هذه المجموعه هذه المحتوى ديالها من المنتوجات نتاع الورد اللي هنتكلم لكم عليها. اول منتوج من هذه المجموعه الدور ديالو مزيل للميك اب او للاوساخ اللي كتكون في الوجه، وبنفس الوقت كيرطبها. مجرد ما كدهنيه على وجهك كتمسحيه، كتشدي شي قطن وكتجلسي تمسحي الاوساخ كامله اللي كتكون في الوجه. ومن الفوائد ديالو كيحافظ على النظافه والنضاره ديال البشره الا داومتي عليه بشكل مستمر. ومن بعد ما كتغسليش وجهك بالماء، كيف كتلاحظي في الفيديو انه خفيف على البشره وفعلا كينقي البشره، كتحسي بها ان البشره ديالك نقيه. ندوزو لتاني منتوج في هذه المجموعه اللي الدور ديالو كيرطب البشره وكيخليها مرتاحه وكيحميها من الاشعه ديال الشمس، وكيساعد على تنشيط الدوره الدمويه وزياده الاكسجين للبشره اللي كيخليها تجدد بشكل مستمر. كيزيد من الكولاجين اللي دوره مهم في البشره ديالنا، تيقلل من التجاعيد اللي كتكون في الجبين ديالنا اولا دوك الخطوط الرقيقه اللي كتكون حول العينين. معظم الكريمات اللي كتكون فيها المنتوجات نتاع الورد كتكون خفيفه على البشره نتاعنا، كتساعد الجلد انه يمتص بكل سهوله، وكتلاحظي انه كيعالج البشره من الداخل خصوصا اذا كانوا فيها مشاكل. وبما اننا في فصل الصيف كنتعرضوا للاشعه نتاع الشمس، فكنحتاجوا الماء نتاع الورد ولا الكريمات اللي كيكونوا فيها الورد دورها مهم في تخفيف المشاكل اللي كتسببها لنا الاشعه نتاع الشمس. ندوزو لثالث منتوج من هذه المجموعه هذه اللي هو عباره على سيروم. من الفوائد نتاعو انه كيعالج السواد اللي كيكون تحت العينين، وكيقلل من الظهور ديال التجاعيد، وبنفس الوقت كيخفف من البقع او الكلف اللي كيكون فتره الحمل والولاده، وكيرطب لنا البشره ترطيب عميق وكيمتص الجلد بكل سهوله. بالنسبه لهذه المجموعه هذه كتواجد في معظم الصيدليات او المحلات الامريكيه، واللي كيكونوا خارج المغرب فهي كتواجد في امازون. ان شاء الله دابا نخلي لكم اللينك نتاعها في امازون في صندوق الوصف. اللي عنده اي تساؤل يخلي لي في التعاليق. وصلنا على نهايه الحلقه، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.